السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة يا جماعة ان شاء الله هنتعلم ازاي ان انا اعمل احجز هوست ودومين مجاني عشان ابتدي ان انا ابني الموقع الالكتروني بتاعي. بمجرد ان انا ابنيه هتعلم خطوة خطوة ازاي ان انا ابني الموقع الالكتروني بتاعي. طيب انا شفت كذا نوع من انواع الاستضافة، لقيت ان من احسن الاستضافات اللي ليها كنترول بانل كويسة ولوحة تحكم كويسة هي اسمها بايت هوست. انا هسيب لكم اللينك في التعليقات في الوصف. هاخد بالشكل ده وهروح على البراوزنج بتاعي وابتدي افتح موقع بايت هوست. هلاقيه بيقدم لي كذا نوع من انواع الهوستنج، يعني في هنا بايت هوستد، في هنا الفري هوستنج. انا هختار الفري هوستنج، هضغط عليها وانزل تحت. دي مميزات كل نوع من انواع الاستضافات، ماشي، والدومين بتاعي. هبتدي هنا، انا هختار اول حاجة اللي هي ساين اب فور بلين. انا عايزة الفري هوستنج، طبعا انا اخترتها من فوق، ماشي. هاجي هنا هكتب السب دومين بتاعي، ده لازم يكون بيعبر عن اسم الموقع بتاعك. يعني انا هنا مثلا ممكن ان انا اكتب نوليدج هاجي هنا ادخل الباسورد بتاعتي. هدخل الايميل بتاعي. هاجي على الايميل بتاعي. السايت بتاعي هيبقى نوع ايه؟ الموقع بتاعي هيبقى بيرسونال ولا بيزنس؟ هيبقى منتدى على حسب النوع اللي انا هختاره. طب انا هختار بيرسونال، هشوف اللغة بتاعته اللي انا عايزاه يتقدم بيها، سايت لانجويج، عايز انجليش ولا لغة ثانية، وببتدي ان انا اعمل السكيورتي كود ده اكتبه زي ما هو مديهولي كده. واختار ريجستر كده، بيقول لك انت هتتبعت لك ايميل بالمعلومات بتاعت الدومين اللي انت حجزته. هروح على الغير مهمة، لان طبعا ده بيعتبر جانكس، فهو بيبتدي ان هو يحطولي في الرسائل غير المرغوب فيها. ادور عليه بالشكل ده، هلاقي هوستنج اكتيفيشن، اضغط عليه. ده مفيش منه مشكلة يا جماعة، ده عشان تأكتف الهوست بتاعك، وابتدي هنا اضغط على ده عشان يبتدي ينشئ الهوست بتاعك. شايفين كده بيبتدي ان هو ينشئ لي الدومين بتاعي والداتابيز بتاعتي والحاجات دي كلها، بينشئ الكنترول بانل اصلا بتاعت الهوست. بيديك هنا المعلومات بتاعت ايه الهوست بتاعك، ويبتدي يطلعها لك في الاخر كلها كاملة. وعلى فكرة دي احسن كنترول بانل انا اشتغلت عليها، فهتلاقيها سهلة جدا ان انت تعمل الداتابيس، سهلة جدا ان انت تعمل حاجة مثلا زي فريم ورك زي الجملة. هنتعلم ازاي ان احنا نعمل سايت ويز جملة في الدروس الجاية يعني. بنتظر شوية، ده كله بيعمل كرييت للدومين بتاعك كده يا جماعه. خلص وابتدى ان هو اظهر البيانات بتاعت الدومين بتاعك. طيب بيبتدي بيقول لي ان الكنترول بتاع البانل بتاعي ده اليو ار ال بتاعها، اضغط عليها عشان بس تشوفوا شكل الكنترول بانل. هو طالب اليوزر نيم والباسورد، كده يا جماعه ده الدومين بتاعي. وهبتدي بعد كده ان انا اتعلم ازاي ان انا ابنيه واحط الحاجات عليه. اهي سانكس ذا بانل، ماشي. شايفين كده البانلز بتاعتنا، ماشي. هبتدي ان انا لو عايز اغير الباسورد بتاعتي، عايز اغير اللغه بتاعتي، عايز اعمل ابديت، بعد كده هشوف هنا. شايف هنا مديني اف تي بي، مديني واحد اكونت، مديني سب دومين انليميتد، اقدر اعمل كذا سب دومين، ماشي. مديني اقدر اعمل عدد انليميتد من الاس كيو ال داتابيز، ماشي. هنتعلم واحدة واحدة ازاي ان انا اعمل
موقع الكتروني عندي، الهوست نيم بتاعي اهو، الاف تي بي بتاعي اهو، الحاجات دي كلها ان انا هستعملها ازاي ان انا ارفع الموقع بتاعي. كده خلصنا ازاي ان انا اعمل استضافة مجانية، وان شاء الله نتعلم بقية ازاي ان انا اعمل موقع الكتروني. هعلمكم حاجة حاجة من الحاجات دي في الدروس الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.